يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وحار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، فيما يسود ليلا طقس معتدل على معظم الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية وفي عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية.